شفنا المرة الماضية كيف تعاملنا مع نستد ديكشنري، تمام؟ حكيت بدي اتعامل مع البيانات انه هي موجودة في داتابيز، في قاعدة بيانات. قاعدة البيانات اللي احنا حنشتغل عليها، انتوا لسه ما اخذتوش قاعدة بيانات، هتاخدوها ان شاء الله السنة الجاية الفصل الاول القادم ان شاء الله. فاحنا هنتعامل معاها بشكل مبسط، وبدناش نتعامل مع قاعدة بيانات كبيرة بحيث انه انت بلزم انه انت تنزلها انت عندك على سيرفر، لا، حتكون قاعدة البيانات عندنا عبارة عن ملف واحد فقط. فبالتالي حنتعامل مع نسخة الـ SQL Lite. ايش الـ SQL؟ نبدأ بالـ SQL Structured Query Language، هذه عبارة عن لغة استعلامات لقواعد البيانات. زي احنا عندنا في الجامعة عندنا قاعدة بيانات فيها 20,000 طالب وكل الطلاب اللي تخرجوا من الجامعة، فباجي بقول بدي الطلاب اللي حاصلين على امتياز. هذا استعلام، عشان هيك انا بسميها Structured Query Language. فبروح بيستعلم لي على كل الطلاب اللي معدلهم اكبر من او تساوي 90، او بدي كل الطلاب المستوى الثاني في منطقه معينه بالضبط. فبالتالي انت بتحدد انه 32 ساعه او 36 ساعه وفي منطقه معينه، انه مخلصين عدد ساعات معينه. فعشان هيك احنا بنسميها لغه استعلامات. لايت مخففه، خفيفه، تمام؟ لايت يعني خفيفة، هي لايت جي اتش، بس هنا كتبها اختصارا ال اي تي اي، وهذه عادة انت لما تلقاها في اي تطبيقات سواء كان في المتجر او في شو اسمه بتلاقيها كتبها ال اي تي اي، نسخة لايت هذه نسخة خفيفة، تمام؟ وانت فعليا تستخدم هذه الداتا بيز، بس مين يقول لي وين؟ في الاجهزة اللي حواليك. هذه الداتابيز الـ SQL Lite انت اوريدي تستخدمها، بس وين؟ في اي اجهزه؟ جهاز الجوال. جهاز الجوال زي ايش مثلا؟ عندك الـ SMS، هذه عباره عن SQL Lite داتابيز. الكونتاكتس بالضبط، هذه عبارة عن SQL Lite Database. ليش في الجوال SQL Lite؟ ليش Lite؟ لأنه أنت عندك الجوال الريسورسز تبعته محدودة، الرام محدودة والمعالج محدودة، فبالتالي بيلزم نسخة خفيفة من الداتابيز، تمام؟ طيب شو تعريف الداتابيز؟ هي عبارة عن مجموعة من الجداول اللي لها علاقة مع بعض، مجموعة من الجداول اللي لها علاقة مع بعض. طبعا العلاقات أنت حتاخدها إن شاء الله في داتابيز واحد الفصل القادم ان شاء الله. فاحنا حنتعامل مع جدول واحد فقط. كيف؟ الاس كيو ال هي ستاندرد، وانت بتتعامل مع داتابيز مانجمنت سيستم، يعني انت سواء بتتعامل يا استاذ لو سمحت، سواء بتتعامل مع اس كيو ال لايت ولا اوراكل ولا ماي سيكوال ولا ماريا دي بي، كلهم نفس الستاندرد. اللي بيختلف انت عندك زي مثلا برامج الاوفيس، انت بتتعامل مع مثلا مايكروسوفت اوفيس او واحد ثاني بيتعامل مع ليبر اوفيس، فهذه عباره عن برامج اوفيس والغرض منها نفس الغرض، وهنا نفس الشيء. فاللي انت حتتعامل معاه حتتعامل معاه اليوم تقدر تطبقه على اي داتابيز مانجمنت سيستم ثاني. نعم، هناخد جدول واحد بس، لانه العلاقات بتحتاج لشرح انه تاسيس، يعني انه انت تفهم شو معنات انه في عندي علاقه بين الجدول. فاحنا حناخد جدول واحد بس، تمام؟ فالنسخه او التول اللي احنا بدنا نستخدمها اسمها SQL Lite Browser. تكتب على جوجل SQL Lite Browser بيجيب لك اياها اول نتيجه. في منها نسخه للويندوز، للماك، لللينكس. بتنزلها هيها شكلها زي هيك، تمام؟ هاي الأيقونة تبعتها زي هيك برنامج، هاي شايف برنامج عادي، برنامج خفيف. حكيت هو فتح لي اياه هذه التول اللي انت حتنشئ فيها داتابيز. انا ما يعني لسه انت ما مش فاتح داتابيز، فبدي انشئ داتابيز، فبحكي هنا New Database. لو عندك Database already انت عملها بتعمل Open. فاحنا هنعمل Database جديدة. وين بدي احطها؟ في مجلد المشروع تبعنا، لانه احنا هنستخدمها حاليا
وحنسميه حسميها لأنه أنا أنشأت واحدة قبل هيك، فبدي أسميها std2.sqlite. يفضل أنه أنت تحط الامتداد sqlite عشان تعرف أنه هذه عبارة عن sqlite database. sqlite لا، هداك أنت .sql بتكون عبارة عن sql script code sql، لكن هذه database في حد ذاتها. تمام؟ هجيت هنا بروح على طول بيجيب لك الـ 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 المربع الحوار ها الويندو هاي، انه انت انشئ تيبل. احنا انشأنا الداتابيز، حكينا انه الداتابيز فيها عدة جداول، فانت بدك تنشئ تيبل. هذه الويندو لو راحت منك بسيطة، ممكن انت تعملها، بتروح هنا براوز على عفوا على الداتابيز تبعتك، بتقول له هنا كرييت تيبل. كرييت تيبل بيجيب لك نفس الويندو اللي كانت قبل شويه. تكتب هنا اسم التيبل، احنا بدنا تيبل للطلاب std info. لاحظ انه بكتب لك الكود هنا مباشره، كرييت تيبل std info. تمام، هجيت في الجدول هذا، في انا عندي اعمده وسجلات. انت المطلوب انت عندك في التعريف انه انت تعرف الاعمده. ايش العمود انت عندك؟ زي الداتابيز عندنا تبعت الطلاب في الجامعه، انت في عندنا جدول في معلومات الطلاب، الرقم الجامعي، الاسم، التخصص، العنوان، كل هاي الشغلات. فبتضيف اد فيلد هنا، بنزل هنا تحت، اول حاجه طبعا الرقم الجامعي std id. هنا بدك تحدد التايب تبعه. لا خلي بالك، هو لو انت عملته انتجر صح، ولكن انه فكر فيها، هل الرقم الجامعي تعمل عليه عمليات حسابيه بتجمع وبتطرح؟ لا، فبالتالي انه التكست افضل. تمام، هنا انت بتحدد القيود. ايش هي القيود؟ اول قيد نوت نال، مش مسموح يكون فاضي. في شي حدا عندي بيسجل في الجامعه ملوش رقم جامعي، لازم يكون في له رقم جامعي. فبالتالي انت لما بتيجي في الادخال بدك تسجل طالب جديد لازم هذا تعبيه. وهنا بي كي يعني برايمري كي، برايمري برايمري مفتاح اساسي. برايمري كي معناها انه هذا الحقل ما بيتكرر، معنى ذلك انه مستحيل تلاقي في الجامعه طالبين لهم نفس الرقم الجامعي. حكيت انت لما تعمل التشيك هذه بتحافظ على سلامة قاعدة البيانات، بمعنى انه انت لو انا غلطت في الكيبورد وجيت دخلت رقم جامعي، سجلت لطالب جديد رقم جامعي اوريدي موجود، بمنعني، بقول لي انه هذا الرقم الجامعي موجود، بدخل كاش يا زباب، وبعدين بعديها بروح بقول لك انه في خطأ. لا، بمنعك من البداية انه انت تعمل ادخال لهذا السجل، فانت فعليا بتكون متأكد ومحافظ على سلامة قاعدة البيانات. بعديها بنعرف الحقل الثاني، هذه سيبك منها تفاصيل اكثر في الداتابيس. تمام، هذه لها علاقه بالاندكس، وهذه انه يونيك انه ما بيتكرر، انه خلص سيب داتابيس واحد. خلينا في النيم، طبيعه الحال تكست، في حدا مالوش اسم؟ نوت نال، ممكن يتكرر. لا، ليش؟ لانه انت نفسك ممكن انه ترجع تسجل في الجامعه برقم مختلف. انت بتخلص عنا الاي تي ان شاء الله بمرتبه امتياز وبيعجبك الوضع، بتيجي عنا بدك تسجل ماستر. فبتروح بتسجل في الجامعه نفس الاسم تبعك ولكن برقم جامعي مختلف حسب السنه اللي كنت فيها. يعني تمام، بعديها بدنا الديبارتمنت، الدبت طبعا تكست. هنا بدي اخليها انه ممكن تكون فاضيه، لانه ممكن حدا يجي يسجل في الجامعه يحجز مقعد ولسه متحير يدخل اي تي ولا ما يدخلش اي تي. يعني تمام. طيب لاحظ الكود هذا كتب لي اياه كله، هيو مش مطلوب منك هذا الكود، كرييت تيبل، بس انا بدي اورجي لك انه هذه التول كيف بتساعدك انه انت تنشئ قاعده البيانات من خلال الواجهات. كرييت تيبل std info،
std id type تبعه text القيد not null الفيلد name text not null depth text فيش عليه قيد. مين البرايمري كي فيهم؟ std id تمام؟ هاي اوكي. هيك انشأ لك الجدول. كيف بدك تستعرض الجداول؟ بتروح هنا على التاب الثاني براوز داتا. هنا لو انت عندك اكثر من جدول بيجيب لك اياهم، بس احنا حكينا اتفقنا جدول واحد بس. بتضيف سجل جديد تمام؟ هيو 1/1/2019 1/1/2022 احمد بده يتخصص مالتي ميديا. وفي عندي لاحظ لما عملت نيو لوحده راح عمل 2 3 22 هنا 23 هنا محمد بده ياخذ علم حاسوب. نعم ومين كمان؟ كرم كرم بده يحول على حوسبة تمام. هجيت هنا لسه البيانات مش محفوظة، بتعمل رايت تشينجز خلاص هيك انحفظت. لو سكرت ورجعت فتحت تاني نعم. طبعا احنا الملف احنا حفظناه هنا ايش اسمه؟ std2 هاي افتح لك اياه ب كمان مرة بالاسكيوال لايت هاي البيانات موجودة تمام. هجيت خلص الداتابيس تبعتك صارت جاهزة، انشائها مطلوب منك بهاي الطريقة. والاسئلة بتيجي انه انت بدك تفترض انه الداتابيس اوريدي موجودة وبدك تتصل عليه. فالان بدنا نعمل فلاسك ابلكيشن احنا مربوطها نعم. فهنا نعرف طبعا هنا هذا انسخه زي هيك وهنا يعرف صفحة اسمها stddb نعرف method return لا تعمل هنا render template وهنا بدي اسمي الهاي std08.html طبعا خليني انشئ هاي تمبليت هنا ده خليه الآن بديش أنا أشتغل فيه، خليني أشتغل هنا جوا في الفلاسك. أول خطوة بدك تعمل import ل SQLite 3 هي في العادة بتكون نازلة عندك، مش نازلة بتعمل pip install SQLite 3 تمام. وبعديها هنا ستيب واحد بدك تعمل كونكت تو داتابيس بنعرف اوبجكت كون الكونكشن بتساوي sqlite.connect وهنا بنعطي له اسم الملف، اسم الملف اللي انشأناه std2.sqlite هي std2 اللي احنا انشأناه قبل شوي، احنا كنت قبل هيك منشئ واحد نعم.
طيب والخطوة الثانية بدك تعرف كيرسر. كيرسر هو عبارة عن مؤشر. حكيت انت عملت كونكشن مع الداتابيز، تخيل معاي هنا، تخيل هذا هذا الخارجي كله هذا عبارة عن الداتابيز، تمام؟ هاي مؤشر لك عليها هنا انه هي الداتابيز. الداتابيز اتفقنا انه فيها اكثر من جدول، كيف بدك تعرف انه انت اي جدول فيهم؟ فبتحتاج لكيرسر، مؤشر، تمام؟ انه انت حاليا بتتعامل مع هذا الجدول، تمام؟ فبالتالي الكيرسر هذا هذا الكونكشن انت بتتصل على الداتابيز، اما الكيرسر بتصل على جدول وسجلات معينه في الجدول هذا. يعني الكيرسر هذا كل مره بتغير، مره بيأشر على التيبل هذا، مره بيأشر على التيبل هذاك، في التيبل هذا بيأشر على سجلات معينه، تمام؟ طيب فبالتالي هنا بنعرف كيرسر. كيف بنعرف كيرسر؟ كيرسر بتساوي كون دوت كيرسر. ستيب 3 اكسكيوت اس كيو ال ستيتمنت، جملة اس كيو ال. فبنقول له هنا dot execute، وهنا بكتب جملة ال SQL في quotation triple quotes زي هيك عشان يعمل skimming لأي حاجة موجودة. الصيغة العامة لإلها select، تمام؟ هنا field name، وهنا بين قوسين S، ممكن تختار field واحد أو two fields أو أكثر من field. From table، تمام؟ فهذه خليني انسهلك اياها هنا، الصيغة العامة زي هيك، يعني انا حغير هنا. فبالتالي انا ايش حعمل؟ ممكن اختار انه انا احدد، يعني هنا في الكيرسر انه اوكي اشرنا على هذا التيبل، بس هل كل الاعمدة؟ لا، ممكن اقول له انا بدي هذا العمود تبع الاي دي، بدي العمود تبع الاسم والديبارتمنت، جيب لي الارقام الجامعيه والتخصصات لكل طلاب الامتياز. فحددت اعمده، تمام؟ لكل طلاب الامتياز حددت هنا صفوف معينه، تمام؟ فبالتالي هنا في الكيرسر كيف بتحدد؟ من خلال جمله السلكت بتحدد فيلدز. الان لو انا بدي اياهم كلهم فايش بختار هنا؟ ستار. ايش يعني ستار؟ كل الأعمدة، كل الفيلدز. طبعا هنا from table بكتب اسم الجدول، ايش اسمه كان؟ std info. خلي بالك في فرق بين اسم الملف واسم التيبل في الداتابيز. اسم الملف sql std 1، اسم التيبل بتأكد منه من هنا، هاي هذا اسم التيبل std info. خلي بالك من هاي الشغله. تمام. الان بقول له الخطوه الرابعه بدك تعمل fetch records، سجلات. فيتش يعني جلب، اللي انت اشرت عليهم اجلب لي اياه. كيف اشرت عليهم؟ هي حددناها في الخطوه الثالثه. هنا جيب لي اياهم، كيف بدنا نجيبهم؟ بقول هنا روز، لانه هذه عده سجلات فبدي اخزنها في متغير اسمه روز، واقول له هنا كيرسر دوت فيتش اول، جيب لي اياهم كلهم.
نعم. فيتش يعني جلب، اول جيب لي اياهم كلهم. حكيت هذه بدي اورجي لك كيف شكلها، فبحطها برنت روز. وين بتطلع هاي؟ بالضبط. بس عشان تشتغل ايش لازم؟ في البراوزر استدعي هاي الصفحه. تمام؟ فهاي انا حطيت لك اياها بس عشان تعرف كيف شكلها، عشان نعرف كيف نعملها ريندر. فحطيت لك اياها بجمله طباعه حتطلع تحت هنا. بس كيف بدك تشوفها؟ لازم تستدعي هاي الصفحه. لانه الكود هذا فعليا ما بيشتغلش الا لما تستدعي هاي الصفحه. فخليني نشغل هذا. صفحة اسمها stddb. لا هاي مش حيطلع لك اشي، يعني انا مش عامل ريندر لولا حاجة. بس وين حتطلع؟ هنا تحت. ايش بتلاحظ؟ هاي ثلاث سجلات. كيف مرجع لك اياهم على شكل ليست؟ صح. ايش في الليست؟ بالضبط، ليست اوف تابلز. الله ينور عليك. ليست اوف تابلز. فانت عندك هنا الرقم الجامعي، الاسم، والتخصص. فساعتها بتصير انه انت تعرف كيف بدك تعملهم ريندر. بس خليني ايش بدي اسوي هنا؟ بديش الاسم، بدي الرقم الجامعي STD ID. طبعا هذا اسم الفيلد في التيبل. وايش كمان؟ كوما ديبت ديبارتمنت. فبالتالي هنا حظهر الرقم الجامعي والتخصص، الاسم مش راح اظهره. فهذا الكود مش راح يتنفذ الا لما اعمل ريستارت هنا وريفرش للصفحه. طبعا مش حيصير ولا حاجه برضو كمان مره. فهنا ايش صار؟ الاسم، الرقم الجامعي والتخصص. فبالتالي في جمله سيلكت فعلا انت هو عباره عن مؤشر بيحدد على الاشياء اللي بده يجلبها من الداتابيز بهذا الشكل. تمام؟ خلص احنا عرفنا كيف شكل السجلات. انا عندي هذه خلي لك اياها، برضه بدي احط لك اياها في التعليقات هنا عشان انت اذا بدك تجرب. وهنا بدي ارجع هاي ستار. لا بيب انستول اس كيو ال لايت 3 يعني. هيو حكيت لك هنا بدك تعمل امبورت لهذه، بتعمل بيب انستول اس كيو ال لايت 3 لو ما كانتش نازله عندك. تمام؟ فهي عشان اتاكد لك من هنا، هي بيب انستول. يبقى هي في الغالب انه هي نازله. استنى اتاكد لك من هذه ال بي واي، هذه نسخه البايثون انا مش منزل عليها الاس كيو ال لايت او منزل عليها. فبنعمل هنا امبورت اس كيو ال لايت 3 موجوده. فبالتالي انت ما فيش داعي انه انت تنزل حاجه، بس ما دام انت منزل الفلاسك والاس كيو ال لايت هذه موجوده باي ديفولت، خلاص ما فيش داعي انه انت تنزل ولا شيء. تمام؟ طيب حلقيت زي ما حكينا، رجعنا انه هاي ستار، والان عرفنا كيف بدنا نعمل ريندر. فبعمل كومنت لهاي، وهنا بحكي له روز بتساوي روز. نرجع هنا لل HTML، وهذا كله ما بديش اياه. نعمل اكستند
extends من master عندي موجود قبل هيك، وهنا بدي اعرف البلوك وهي نهايتها هنا. طبعا بدنا نعمل رندر في تيبل، ماشي ممكن تجرب شغلات ثانيه على تيبل بشكل سريع. وهنا تيبل تي اتش، احنا عندنا ثلاث شغلات اللي هو اي دي والنيم والدبت. تمام. بعدها بيفور لوب، انت عندك ليست اوف تابلز، ليش خليها لوب واحده؟ انت عندك التابل، ما دام انت مش انت كنت انه التابل كان كي وفاليو، تقول انه كي وفاليو، ليش ما نقول مثلا ستودنت اي دي ونيم وديبارتمنت؟ فبقول هنا فور اس تي دي اي دي نيم ديبت، هاتي في التابل اساينمنت. انت ممكن تعرف اكس واي زد بتساوي افتح قوس زي هيك. هنا انت بتقول له اكس واي زد بتساوي 1 2 3. نعم، مش هذه ليست اوف تابلز شفناها تحت؟ فيها ثلاث قيم، فبالتالي هاي بعرف هنا ثلاث متغيرات زي هيك، اس تي دي اي دي نيم ودبت، اسهل هيك ان روز. وهذا خليني امس وين عم سكر الفور. بعديها هنا تيبل رو، وهنا std id name rows و depth. خلاص هنا نعمل restart. هنا ريفرش، ساعتها طلع لك الجدول هير، رقم الجامعي، الاسم، ديبارتمنت، بهذا الشكل. لقيت انت التطبيق عندك شغال لسه، هي لسه شغال. تمام، اي تغيير على الداتابيز مع ريفرش بيظهر عندك. زي ما انت بتيجي بدك تشوف العلامه كل شويه بتعمل ريفرش ريفرش ريفرش، اول ما يصير ادراج للسجل بيظهر انت عندك على الصفحه. وهذا الاشي حنسويه، بفتح لك الداتابيز هنا. هنا بدنا نضيف طالب جديد، هاي نيو ريكورد، مين؟ خالد. ايش تخصصك يا خالد؟ نضيف كمان سجل من نفسي داخل على علي على 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 تمام. ولا التخصص تبعه السياسة. هجيت هنا اول ما تعمل رايت خلص صار في تغيير على الداتابيز، وهنا ترجع على التطبيق ريفرش بتظهر السجلات الجديده. فاي تغيير عندك على الداتابيز على طول رايحين. انا بطلب رقم يجيني بس رقم كده. هذا بدك تاخذ باراميتر،
تمام؟ حقيت غير انه انت تاخذ رقم، حقيت لو انت بدك تدرج طالب جديد من خلال الفلاسك بدك تعمل فورم بنفس الطريقة، تمام؟ ونفس الخطوات هذه، بس بده يصير هنا بدل عندك السلكت بده يصير انسيرت انتو، مش مطلوبة منك، تمام؟ المطلوب منك انه انت بيانات بدك تفترض انه هي اوريدي موجودة عندك في الداتابيز بدك تظهرها، تمام؟ بدك تظهر اسم المحلل، ساعتها بدك تاخده هنا كبراميتر وتظهره. خلينا نعملها هنا في صفحة ثانية. هنا مثلا std id تمام؟ فبالتالي هنا بدي اخذ البارامتر هذا من يو ار ال، بديش اعمل فورم، بدي اخذه من يو ار ال. فهنا ريكويست std student id بتساوي ريكويست، موجود عندي لا ريكويست request.args.get std id، خليها زي هيك تمام. وهنا بروح بضيف له جملة where بالضبط std id بتساوي، فبدي اعملها في دالة فورمات تمام. فهنا حيصير dot format انه يعوض فيها هناك اللي هي student id تمام. طيب وبنعمل render في نفس الصفحة I refresh restart، وهنا std id بدي اعطي له باراميتر ايش كان اسمه؟ std id بدون اندرسكور بتساوي 1/2019/1122، فاكر اول id بس بجيب هذا هي 1/1122 احمد مالتي ميديا. كيف؟ برضه بصير انه هنا بتحط باراميتر ثاني انه النيم، وبتقول له هنا في الوير تمام؟ في الوير بتحط انه النيم بيساوي كذا تمام؟ في اي سؤال؟ لا.